نحن نرحبوا بقناة الفجر الذي أحد لاعبي نجوم جماعة أزلا لتوجب الدوري عيقا ما أكثر هذا التتويج ديالهم بهذا الدوري بجائزة أحسن لاعب. السلام عليكم، كنقدم لكم سي لاعب عبد الخالق عبدو لاعب نجوم الجامعة. أنا سعيد جدا بالتتويج ديالنا ديال الدوري وبتتويجي لهداف الدوري، وكنشكروا جماعة أزلا على تنظيم هذا الدوري هذا طيلة 4 سنوات. الجامعة والجمعية الجامعة وجمعية أزلا. كيف كان الشعور ديالكم وانت كتوج بهذه الفرقة الرابعة وجاي تسنعت واحد جات واحد جميل واحد المناسبة غادية تعيد الشباب؟ التتويج ديالنا بهذا الدوري بأحسن هداف جا في واحد ظروف جيدة بمناسبة عيد الشباب، وكنشكروا الجمهور اللي حاج بكثافة لمتابعة هذا الدوري، والتنظيم ديال النهائي ديال الدوري كان في واحد المستوى جد 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 مزيان. كان حضور النعم البرلماني ورئيس جامعة أزلا هنيك حضر هذا واستمتع بالعرس الختامي. الجماعة كان حافز لنا. لما تهدي هذا الفوز هذا؟ هذا الفوز هذا كان هديوه هنا من الرئيس ديال الفريق ديال نجوم الجماعة السي أحمد الحجاج اللي نادى على الدراري. راه الدراري كتسمى تبارك الله عليهم راه كيلعبوا في البطولة الوطنية. كيدعم الرياضة عنده غير على الرياضة على الجماعة. نعم عنده غير على الرياضة، كنشكروه بزاف. دائرة تدوان ورئيس جماعة أزلا السيد محمد العربي أحلي. Thank you.